الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم وفقنا لما تحب وترضى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الدرس 49 من كتاب المقدمة الأجرمية في علم النحو وفي القواعد العربية للشيخ محمد بن داود السنهاجي رحمه الله تعالى باب المفعول من أجله هذا محله ومبحثه عشر كي سغالي أفرتني السغالات كتابك المقدمة الأجرومية في علم النحو وفي القواعد العربية وألف الشيخ محمد ابن داود السنهاجي رحمه الله تعالى هنا رب العبنا يا عشر كي سغالي أفرتنات باب المفعول مفعول كيب باب وياه من أجله درتي لو سمي دور ما قعبوا له باب كنار مفعول من أجله ولا من لأذيك من وهكذا له مفعول لأجله أولام لأذيك مفعول لأجله وهكذا له مفعول له صدح لا مقع واسكم مفعول من أجله من لأذيك من يا مفعول لأجله لام لأذيك لام لأجله يا مفعول له مفاعيش شنطة هاي ميت كم دوا المفاعيل الخمسة وكان صومر مفاعيش وشن مفعول به كو إيه مفعول مطلق مصدرنا اللي هي مفعول مطلق مفعول فيه وظرف الزمان يا ظرف مكان مفعول فيه إيه لا بد المفعول ما أنت قادر مفعول من أجله مفعول معه شان تاسا وحال يسكيرا المفاعيل الخمس المفاعيل الخمسة المفاعيل الخمسة تؤدي له مفاعيش شان تاوكوها مارك ميعس ومفعول من أجله مفعول لأجله مفعول له منصوبات الأسماء وكمية باب المفعول مفعول كيبو بابيه من أجله الدرتي وحلو السمي وهو مفعول لأجله الاسم ومقع اسمه هديله فعلي حرف بابا المنصوب الله كرده منصوب هديله مرفوعي مجرور بابا الذي اسمه سو يذكر لشيء بيانا لأجل بيان عدين درتي بيانا تعلفت إذا مفعول لأجله هدوه ولماذا هو رفير وحال يكون مثال كجاري مركا قال أيه بكوسي شيء وهذه جن فقه العلماء في التراجم فقه العلماء علماء فقه يوذي إيه وحي قوان في التراجم عوان نظر لك فهم فقه العلماء في التراجم وهو مفعول من أجل الاسم ومقع المنصوب لكرده الذي اسمه سيذكر الله شيء بيانا عدين درته محل عدين هذا ليس سبب وقوع الفعل فعل كدعي ديسا صوت هذا وهو مفعول لأجله الاسم ومقع المنصوب لكر بقايو الذي اسم ياسو يذكر لشيء بيانا لأجل بيان عدين درتيت بيانا تلفتي مفعول لأجله بيانا عدين درتيت لعدين ليس سبب وقوع الفعل فعلك بعيدي صوت هذا العدين فعل كان صوته ضعي فال كان صوته ضعي فالك أي العدين الذي اسمه منصوب كو يذكر لشيء بيانا عدين درتت لسبب وقوع الفعل فعل كان بعيدي صوته العدين نحو قولك هذا الكاية وحي الله مدوي قام زيد زيد با استاغي هذا مفعول لأجلي وحاكو قدرا لما صوابته ويستاهل لما قام محو ويستاهل سؤال باكو قدرنا لما قام زيد زيد بايستاهل لما قام لوي صوابته إجلالا وينين درته لعمر وينين وكا صوابته ويستاهل فعل كسوتي سبع العدي استاهل محاكا عمر بو وينين عمر بو شرف هاي
إجلالا لأجل إجلال وينين درت اللي عمرين وينين هاي وقصدتك وانكوسو قصدي من باكو يوني وعظام كوسو قصد مرقاسات اللي ما قصدتني محادي يقصو قصد دو دي يقطب ابتغاء معروفك معروفك الله والغوفة السلفين هاد ابتغاء معروفك إحسانك أغانو الضلبة معروفك بمعنى الإحسان يا ابتغاء معروفك برشاد أغانو الضلبة بمعنى معرفتك ولماذا غاربا كفص ابتغاء معروفك إحسانك أغانو الضلبة هاي فيري هاد مفعول من أجل واسم لفعل حرف بابه ومنصوب محابة حي مرفوعي مجرور وحالله شيغا أولو لي ما دا مفعول لأجله إن لا عدي صوت فعل قول نعم قام زيد با استاغي لما قام محو استاغي إجلالا وينين درت لعمر وينين هي وقصدتك نيه وانكوس وقصد لما قصدتني بات ما هذه يوسف قصد ابتغاء معروفك إحسان كان وضل بحي فير هذا قام زيد قام فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب زيد فاعل قام مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره إجلالا ومحل الشاهد كبعده ومحل المراد وأجدد وبيت القصيدة ومربط الفرس إجلالا مفعول لأجله إجلالا مفعول من أجله وذكرت إجلالا مفعول له صدح مقعو إجلالا مفعول من أجله منصوب إجلالا مفعول لأجله منصوب وعلامة النسب فضحة ظاهرة في آخره لعمر الله محرف جر عمر اسم مجرور بالله وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره الجار والمجرور متعلق بإجلالا والواو في عمر فارقة بين عمر وعمر في حالة الرفع والجر بالله والواو في عمر عمر وودن كجرتا فارقة وحيك رب حسا بين عمر وعمر في حالة الرفع والجر قام زيد قام فعل ماضي يعني زيد فاعل إجلالا ومراك ومحل الشاهد وبيت القصيدة إجلالا مفعول لأجله بعده ومفعول لأجله إجلالا مفعول لأجله منصوب علامة نسبه فضحة ظاهرة في آخره لعمر الله محرف جر عمر اسم مجرور بالله وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره الجار والمجرور متعلق بإجلالا بابا قشب بإجلالا نوان حركة الحكاية له أرغسوها واتكسو قورس أتكغى شاكس أتكغى ورهمت والواو في عمر فارقة بين عمر وعمر في حالة الرفع والجر نصبكم الجر رأيت عمرا وموت حالة النصب وقصدتك وانكوس وقصد ابتغاء معروفك إحسانك ضلب أن ضلبها وقصدت الواو حرف عزم قصدت وفعل يفاعل مفعول فيه قصدت فعل وفاعل حد الفعل قصد مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع المتحرك وتاو فاعل قصد مبني على الضم في محل رفع والكاف مفعول به مبني على الفتح في محل النصب والكاف مفعول به والكاف مفعول به مبني على الفتح في محل النصب ابتغاء مفعول من أجله منصوب ابتغاء مفعول من أجله ومراتك ومعل شاهدك وبيت القصيد ومربط الفرس وأجيد لك مدى قموبه لمن قروه أجيد لك مدى قموبه لمن حلمام لك مدى قموبه لمن حلمام ابتغاء مفعول من أجله منصوب ابتغاء مفعول من أجله منصوب علامة النسب فضحة ظاهرة في آخره ابتغاء مضاف معروف مضاف إليه هذه ابتغاء مضاف معروف مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره انت فاذ كل جوكتو ابتغاء مضاف معروف مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره معروف مضاف والكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر ولماذا قال مفعول من أجله الشروط بيقول شيء الشروط قال لا شان شرط جاس
وحينا مفعول من أجله مركا لغو نصبنا مفعول من أجله نمو شان شادين له الأول وحالا ربابي دائنا يقول أنت خمسة أمور شان عرمون. الأول مسألة كبيرة أن يكون مصدرا إنه مصدريه مصدر إنه يهالا ربا والله ما أقول لي جئتك السمن والعسل جئتك وحنكوك السمن الصبح والعسل ملب فيجر فيجب جره باللام كلام ما تكون جريس جئتك وحنكوك بالسمن الصبح السمن الصبح درتي معده ما مصدر ما مصدر ما مركا كاس وحاوي واسمي اسك عادي مصدر معها مركا ان يكون مصدرا وانه مصدريه لب شرط ان يكون قلبيا وانه قلبك كدو قلبي وحوي غنافير الحب وحي جعيلي الرغبه الربيدي الخوف عبسي اراده دوني وحيالها قلبك لا دريب كالحب جعيلك والبغض النعيبك ما قال والإرادة الدونيد والرغبة الرابدة وحيالها قلبك لغا فهم ومحال دي لما قال إن جئتك قراءة جئتك وانكو من قراءة أغرين درت قراءة يا قبطة اللسان عرب روعنا تعالى جئتك للقراءة بعده لما تكون جريس صوت قلبي معه جيتوك وانكو محبة او كلا لرا محبة جعيب رغبة ربيد إرادة دوريد كره النعيب بغض النعيب وهيالا قلبي كدع أي يكون قلبيا وإنو قلب النغض عمل الجوارح لمرب جيتوك وانكو إمد قراءة إمد جيتوك للقراءة وحالا واح قلبي جيتوك وانكوي محبة جعيل درس قلبي وكدعا أرنت صدح هذا أن يكون علة لما قبل واح قول رأينه السبب أن يكون علة لما قبله أن يكون علة أن يكون علة لما قبله waxa kor inuu sabay jiito ka waan ku imid maxaad ii qoti mahabbatan jaceel dirt qama zaydun ba ista lima qam sawati ista ijlalan li amr amr buwaynina wa mathalu alladhina ku yunfiquna bi hinaya amwalahum xoolahooda limaada yunfiquna maxay u bixinay ibtigaa mardati llah ابتغاء وحي طلب عن مرضات الله إله رأى الله هنشيس أن يكون إنه هذا علة تنتهى الصواب علة تنصواب لما قبله وحكور كأفراد أن يكون متحدا مع عامله في الوقت إساق يعاملك سوين إسكو وقته إساق يعاملك سوين إنه يسكو وقت يما جيتو كوانكو من غدا بري وانكو من اسمه بلا وانكو من بري وانكو إيمان مثل هذا ما جيتو كوانكو من دلوع عشام سقراء حد على شهد مرحبا يسوى دلت اسكو مر ما هد وهو حال الربا أن يكون متحدا مع عامله في الوقت سي عاملك سوينا يسكو وقت هذا قام زيد بإجلالا لعمر مركو وينينا يستاق وحال مرة موقت مركو وينين هي عمر يا مركو زي استاوا اسكمت وو استا عمر بو كو وينين هي استا جنب وينين تا وهي هي انو استا وا اسكمت اي يكون متحدا مع عامله في الوقت شرط يا شرع ان يتحد مع عامله في الفعل مفعول من اجله يا كسمين هواين هل روح اسكو يهم وفير بل هذا مفعول لأجله مفعول لأجله يكسمينا إنه هل روح ولا سمينا بالله
jiituka waan kuu imid baad. Limahabatika adiga jacaylkaaga iyaay aniga adi jecesho. Aniga waa imid adaa ijecel baan kuyihi sooma. Maya. Jiituka mahaba aniguna waa inaa imaado jacaylkana ani iga yimaado. Magar. وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتقض العصفور بل له القدر عشان ما هو بيت كاسو جاي بشو ناقا ادو جعرا مركب حولي وإني أنا لا تعروني وحي أصيب يسوي أو يقبط إن نقول إلا اعتراك سوى ما قرنس اعترا أي أصابه وإني أنا لا تعروني وحي أصيب يسوي لذكراك هذان كسر حسوس تبه هبلاي هزة قرير أنا قد أول قرير هيام أنا قد نبص أنا ما قرن كرو وإني أنا وأنا جعل خبطة سكر شو كوا نلير هذا معنا لا توكلوا جعل واقع بين وحبك جير قد قرنس وإني أنا ولا تعروني وحي أصيب يسوي لذكراك حسوس تبه هزة تنقرير أنا قد نمو الرحمن يا أبو قرير كمان تقضى العصفور شمبر وحاد موداه بارش مركو نبانا يا مارك بف 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 سوك ماسي بلله وقويب يا القدر رو شمبر رو وقويب جفنا يا جفاش عليه أما نبش بارش اسكو قراعا ساسوك أنا يا الله مالا نجوك ما قرن حبي مارك ماشو كسو وتمحاول لا تعروني وحي عصيبيس يلي ذكراك حصوص تعب وإيلا حصوص تعب الوقت مركة وحي الله تاصل مر وحال الربع هل روح وحان نوض السماء اسكو هل وقتنا هنا دعان وحي شروط دا كوبصدي وحاكم دا شروط دا كوبصدي labadan arin qaama zaydun zayd baa istaag ijlaalan weynay dartay qaama zaydun zayd baa istaag leba qaama muxuu istaag ijlaalan weynay dartay amrin weynaynahay wa qasadtuka waan ku soo qastay ibtigaa macruufika ihsaankaaga oo dalbay adana waxay dhahan ismi mafcuul li ajlihi sida miisaalka sheekh laba miisaal buu noo kale somar ijlaalan iyo ibtigaa macruufika somar مفعول من أجله وصدح نوع النقضاب إنه النقض مجرد من أول إضافة ألنا موت إضافة موت وإجلالا توكل إجلالا المكجرته ما لا إضافة ما كاو حالة مجرد من أول إضافة وحكا كاويه كنر بلا ألنا موت إضافة موت مجرد من أول إضافة ما قال واي مجرد من ال والإضافة وكاوامد كامرك حوم كي سمحون نقوني هذو نقض مجرد من ال والإضافة علماء قارو حقيقة بانكاس يجوز فيه النصب والجر ويترجح النصب وانا لقر دي كرا وانا لجري كرا وبإجلال وانا دي كرا لكن نصبها راجح نصبها راجح واي طيب البوتا مثلا وحكوة إنها كتاب كان كمجرد من ال والإضافة يجوز فيه وحكوبا النصب والجر ويترجح النصب عند بعض العلماء علماء غيروا حراجح إلى النصب مركوا هذه الإضافة أن يكون مضافا إلا إضافة وابتغاء معروفك ابتغاء مرضات الله ومضاف جاز وجاز لأكاس جاز وجاز وانا قرده كرتها
مجرور بحرف جر، حرف جر وطقوس ليكر ابتغاء معروفك يا بابتغاء معروفك حرف جر كجر ماتفير مركا واحد ان جائز مستوى الطرفين لو ظل نعبا قسما جاز وجاز جاز النصب وجاز الجر لو ظل وقبنا جاز وجاز كو مجرد من أول إضافة نصبها راجحا نصمة قاربا وحيد نهين الأكثر فيه النصب نصب أمبابا راجح نما ما هو على النصب وأمرك مجرد من أول إضافة وامدو كومي ثالي قام زيد إجلالا لعمر مضافوي ولا إضافي وابتغاء معروفك ابتغاء مرضات اللهك جاز وجاز جائز مستوى طرفين بأن لما ظن نعبا وقوبا نار أما كردك أما حرف جر قلي هوس مغترنا بالألعض وطرة فالأكثر فيه أن يجر بحرف جر إلا جراب ذكاس إلا جراب ضربت إمني ويل كيبان قراعي لتأديب إدبن باده ضربت إمني ويل كيبان قراعي التأديب إدبن وذلك لكن للتأديب في عن التأديب ما دام ألبع القش وصلي قافي عن كاس وصلي قافي عن وغسلت كوان كوس وغسلت ابتغاء معروفك إحسان كاغان وضل باون مفعول مفعول كيبو بابية معه لجل كيس وحل السمين في رحضة كان مفعول معه مفاعيش كيشان هذا قدن بيو مفاعيش وكيشان هايان مفعول به مفعول مطلق ومصدر له مقعد مفعول مطلق مصدر له مقعد ظرف الزمان يا ظرف المكان مفعول فيه الاسكون على وضع مفعول فيه يكي هذا أنك بحنا مفعول من أجله لأجله له صدح المقعد ولا مفعول من أجل مفعول معه كون حاوي أرنبا للسمي لجركيس وهو مفعول معه الاسم ومقعد المنصوب الله كردي على اسم هذه لا فعل حرف باب حي المنصوب الله كردي مرفوع مجرور باب حي الذي اسمه منصوب كي يذكر لشيء لبيان من روح عدينت فعل لسمي الفعل فعل كمعه لجركيس فالكي لسمي عدي لسمي الشيء فال بعد عي فال بعد لسمي عدي لسمي الجر أنت وهو مفعول معه الاسم مقعو يا المنصوب الله كرديا الذي كاسو يذكر لشيء لبيان من هو عدين تفعيل الاسم معه لجرك سأل فعل فعل نحو قولك هذا الكاغي وحل مذوي جاء الأمير أمير كيب أيمن والجيش مع الجيش عيدا كمعيس فيرهد ماذا حوينه بأيمن وعلى السعود عيدا كينو وعلى السعود مالك فالك الاسم وعين ماذا حوينه يمد لكن عيدا كيف يلسل ما شاء وحال الجري عيدا واستوى الماء به باكر نغضاده بمعنى ارتفع وعاكر اللغفاسي واستوى الماء به ويأكاذين وحي قارن والخشبة مع الخشبة قرية معيس وفيرزة تنهد فير تنو فيرزة تنو فير ضدبا وحي أم ملايين ماشى الخشبة أرق النويل مقياس بالله يباديها يقول الله ذكر ويقنا قريه من أقاقع قريه مال باللوم بداية عيل كمال كم بدأ اللوم بدأ سلو قال عيل كم بيا كان مسماشي ويكوجو كان بيو مس عيل كم وجرها يبيه أصبع صار واحد أقاقع وبيها كلي جيتكم مصر جيتكم ومقياس مال باللوط العري من قد أبلي دي والله سمايا بيرليه ألا وبي وبي كان وادر تسمع بيرليه وقح حساب تمع مر مر ب وبي أنا أفقه يدار كيس وقلل النقطة سمين ما هذا بنوني قالوا عيار كنا سمع ها مرة قاقا ليرا دري وبي وارن وعاد ما وقنا مرة قاقو ودا بيه ضوبة النقطة يا يحاس كتف بوكي هاي وحاوي روبا دام بدو كر مرك
geeduhu taaxta geedu waaba maraw kaawu ka sii daryo wuxuu jabsanayaa karkaarada meel uu jabsanayo meelana waa meelo loogu talagalay oo beeraleydu sameeyeen meelana biyaha badnaantooda isagaa jabsanaya meelo meelana waa loogu talagalay markaasaa waxaa laga soo bixinayaa meelaha dhowta beeraha lagu waraabiyo muddo dheer marka miqyaas baa jira geed baa meeshaasoo kale lagu rakiba geedkaa miqyaas wey halkan oo kale geedkii lagu dhejinaya biyuhu inay kor noqdeen inay biyuhu hoos u socdaan inay meeshii joogaan arintaasaa lagu cabira geedda la sheegi waa kaas wastawalmaau biyihii way ekaadeen waxaa kaloo lagu fasiray wastawalmaau biyihii way kor noqdeen walkhashaba macalkhashaba qorigay gaareen dheh waxa la diidi ma garanaysa walkhashabato qorigii baa kor noqday hadhih qorigu waa dhegan yahay meel buu taagan yahay sow walkhashaba qorigii waa kor noqday hadhih qori ma kor noqo sida nalkaasoo kaloo meel ku taagan yahay qorigu isagu waa miqyaas waa aalatu cabir biyaha marna gaadhaaya marka kor maraayaba marka hoos maraaya isagoo halkiisuu joogaa wastawalmaau biyihii baa kor noqday walkhashabata macalkhashaba qorigay gaadheen qorigii baa la kor noqday hadhihin qorigu isagoo meeshiisin buu taagan yahay jaa alamiiru waljeysha fiiraada jaa ficil maad mabni calaa fati laa maxalo min alicraab alamiiru faacilu jaa marfuuc wacalaamatu rafci damatu daahiratu fi aakhiri waljeysha alwaawu waawu lmaciyaadi waljeysha alwaawu waawu lmaciya aljeysha mafcuulu macahu dhimarka aljeysha mafcuulu macahu mansuub wacalaamatu nasbi fadcatu daahiratu fi aakhiri waljeysha alwaawu waawu lmaciya aljeysha mafcuulu macahu aljeysha mafcuulu macahu mansuub wacalaamatu nasbi fadcatu daahiratu fi aakhiri wastawa lmaau istawaa واستوى الواو حرف عطف مهوو استوى فعل ماض مبني على فتحة مقدرة على آخر منع من ظهورها التعذر الماء فاعل استوى مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره والخشبات الواو واو المعية الخشبات مفعول معه الخشبات مفعول معه منصوب وعلامة نسبه فتحة ظاهرة في آخره سيرا مفعول معه saddex bay culimmadu u qaybiyeen maa yatacayanu nasb waxay waajib tahay in la kor dhigo iyo maa yatarajaxu fiihi waxay raajax u yahay annasbu wayajuusu lcatf iyo maa yatarajaxu lcatf bay yidhahda markii la basdiyo saddex bay ka dhigaan wax yatacayanu nasbu kordhig baa caynoobahay in mafcuulu macahu lagu nasbiyo mooye wax kale ma suuroobahay waxna yajuusu nasbu mafcuulu macahu waa ku nasbin karta walcatfu cadafna waa banaaya laakina nasba arjax nasbaha raajax waxna yajuusu nasbu walcatfu laakina alcatfa arjaxu cadafkaa raajax wastawa almaau walkhashaba labadan mithaal ee uu noo keenay ka hore jaaza wa jaaza wey horta jaa alamiiru waljeysha mafcuulu macahu ku nasbi waljeysha waxaad kaloo ka dhigi kartaa cadaf jaa alamiiru baa yimi waljeyshu ciidankiina waa waljeyshu alwaawu xarfu cadfu adi aljeyshu macduufun cala alamiir wa cadfu lmarfuuci marfuuc cadaf wey kaas jaa alamiiru waljeyshu waa leeh mafcuulu macahuna ka dhig jaa alamiiru waljeysha kordhig ama wastawa almaau walkhashabaa soo ah yatacayanu nasbu kordhig baa caynoobiyo qorigu ma socsoconayo haddii waljeyshu ciidankii wa yimid bay suuroobayso ma jaa alamiiru baa yimid waljeyshu ciidankiina waa yimid feerad laakiin wastawa almaau biyihii baa kor noqday walkhashabata walkhashabatu haddaa cafiya qorigiina uu kor noqday miya maya qorigu meel buu taagan yahay marka isagu waa yatacayanu nasbu nasbaa caynoobi waxyaalaha nasbaha caynoobi oo kale waxay keeni jireen calaftuhaa tibnan wamaa-an baaridan wamaa-an tibnan laguma cadfi karo calaftuhaa daabadii baan calfiya tibnan waago
راشينك واحد كصهرة مركي اللي هذا هذه مال نبقى فوقي قناة تبنا واجو ياكلوا واركلوا واحد بونشها أنقذت بونشو وحقا إير وياه كان واحد على صهرة بونشها كم ديها مدى له مار تير لما تيجي واحد على صهرة يسكوجرا معنا حبت كن تيجي حبت كير جيران إيه waa yalaha soo dhan in yar qashin qashin oo loogu dari eh hashir ah washaal bulsho waa yar gooni waad garareysa bulsho waa nooc yar gooni calaftuha daabadii baan calfiye tibnan hashir ama waago wama an biyan ku calfiye maya ma isku calfiya maya wasaqaytuha ma an biyan waraabiyo calaf kaba suuroba من وان كعل في وما انبيانا وان كعل في بيه بودية ما قلان بيه جراد ياشوهر بيه باد ما احنا واليه قصوا ان الله شكوح لانته معناها دعام ما احنا لقوة بيه ايه دعام والله مركا كاس وكلا عظف ما السورو به وانا تسو قدرت وسقيتها ماء بارد عرفتها تبنا وماء بارد عرفتها وان عالفية دابد تبنا واغو وما انبيه باردا قبو وانكو عالفيا اسكن وساقيتوها سوقن وساقيتوها وحان ورامي ما انبيه باردا قبو وهاي كلو كير جرين بيدا اذا ما الغاريات برزنا يوما وزججنا الحواجب والعيون اذا هي ما هدي كلها ما زائدة لبعد اذا في اللغة العربية وطورت لبدا اسمع الكره إذا ما هذا دوا دع القرآن هذا تسلية توكيد بالليون نفي من قرش نفي من قرش في العربية هذا تاني وبالزاي إذا قرتي ملغانيات وقبله قرح ربنا والجميلة برزنا صباحا يوما مال وزججنا أي جلعيان الحواجي والصنياش أي قرآن جاهلي بالله الله يا والعيون إنها لقرة إنما لقرة كره أو ما لجل عن كره ما يا باي وين عذف مسوره به عذف مسوره به وزججنا أي قرآن دققنا مودي جل أي قرآن جلعيان الحواجب الصنياشة والعيون وكحلنا دي أي إن قولان العيون إنها ولقول موي إن لقرة ماجرة ما إلا ما قرة إن لا ما قرة كواس وكلا عذف وركي مجرو يمتنع العطف كوا وحا ممنوع عذف وركي مجرو واي يتعين النصب وحاقا نوست والماء والخشب سمار جاز وجازنا ومثال كنور جاء الأمير والجيش مفعول معه قد يدي جاء الأمير والجيش عذف قدي طيب يا ما يمتنع العطف انا صائر والجبل واتي ها كان عذف مسروب عذف تشريك برا وحل ودا انا صائر وسعدي والجبل بوركينا وسعدي بور ما سعنس انا صائر وسعدي والجبل بورتي ما اك سعدي انا صائر وسعدي والنيل وبي النيل وان قلب سعيلك وما يسترى سعت ما ذاكرت وان رعلها ترى عشر والمسباح فينوصنا وإلى رعت مياه ما عندها هناك ذاكرت وان رعضي والمسباح مع المسباح وحظة في مسؤول به فينوس تلجيرك فينوس ما إيه دار هيدي يمال لكن هذا دا فينوس يدر عشر كي أغلسين يستكور مسؤول بس باو المفعول معه وهو مفعول معه والاسم هو المنصوب الله كرده الذي اسمه سو يذكر الله شيء لبيان من روح عدينتي فعل الله سمعه معه لجرك سال فعل فعلك نحو قولك هذا الكاي يوحي الله مدوي جاء الأمير أمير كبير والجيش مع الجيش عيدا كمعيس واستوى الماء به باكر نغض والخشبة مع الخشبة قريقي قارن وأما خبر كارب ودي جري نسخوين كقار سويد المدقاء وما خبر كان واخواتها كان يولى عليها الخبر كوضا
واسم إن واخواتا إني ولا له اسم قد فقد تقدم وصوه مري ويذكروا ما شيء جدود في المرفوعات أسماء اللي قد على وصوه شيء فلا حاجة إلى الإعادة بديج عن شعر شرحيسي تحفة سنيه فلا حاجة بنا إلى إعادة شيء من فلا حاجة إلى الإعادة اللهم بهنا إلا سعود لأن العرب تحب الإيجاز والاختصار عرب تورك قوم بيجعاش مركوا وصوم الرب وكذلك سياس وكلاء التوابع وتوابع دين والله أفرتي التابع نعت عرف توكيد بدل فقد تقدم ذوي صورمتي هناك هلك فلا حاجة اللهم بهنا إلى الإعادة إلا سعودي هنا هلك وما خبر كان وأخواتها كان يولى له الخبر كذا واسم إن وأخواتها إني يولى له اسم كذا فقد تقدم وصور من يذكروا ما شيء جدا في المرفوعات أسماء اللقب ذهي وكذلك سيدا صكرنا التوابع والتوابع ذين واسدا فقد تقدم وصور من هناك الكاس بعض المخفوضات من الأسماء والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم بالله التوفيق